إن فزان انتفضت وفزان صخر صماع على حفتر وابن صدام. فعلا التعليمات تأتي من صدام ومن حفتر بتخريب العملية الانتخابية في مدينة سبعة، ومن خرب ومن أغلق المحكمة اللي يقول لي إن الشرطة القضائية أمنت والشرطة القضائية فيديو. هؤلاء مجموعة شباب مأجورين تأجرهم حفتر وأبنف لكي يبثوا له دعاية وشاية من أجل استخدامهم ضد أبناء مدينة سبها وفزان. ولكن الواقع أن كتيبة 115 برئاسة محمد الجارح التابعة لمنطقة الجنوب العسكرية التي تأخذ بتعليماتها من السيد صدام خليفة حفتر هي من أعطت التعليمات، وهم من أغلقوا المحكمة، وهم من طردوا القضاة وموظفي المحكمة لأكثر من يوم. نحن ليس محتاجين لأن يمنع معنا هم الانتخابات. لماذا لم يمنعوا في بنغازي؟ لماذا مديريات أمن بنغازي تمت الانتخابات داخل مدينة بنغازي؟ وبعدين كيف واحد منتخب نفسه للرئاسة يأمن صناديق الاقتراع؟ من يصدق الكلام هذا؟ هيك الديمقراطية عند 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 صدام وعند حفتره. هل اتخذتم اي اجراءات بشان الان تتحدث عن حاله ثابته، هل تم نعم. جمع الاستدلالات وقيدها في محاضر رسميه وفق الشكل الاجرائي الذي ينظم مثل هذه الخطوات خطوات العمل الامني؟ نعم، عندنا اجراءات من مركز شرطه المدينه، واتخذ العقيد القذافي بقياده المزيد اجراءاته كامله، واحيل محضر الى مديريه الامن ولمكتب النائب العام، وستحال للجهات المختصة بمجرم الحرب خليفة حفتر بتخريب الانتخابات وبزعزعة الاستقرار في مدينة سبها. بل يبعد من ذلك، ستحال مذكرة بإذن الله مني شخصيا إلى البعثة العمومية وإلى المنظمات الدولية بهذا الشأن. نحن ليس محتاجين لتأمين حد يجينا من بنغازي أمن. لماذا من طلبت قبل شهر ونصف؟ مش قوة مكلفة من الداخلية؟ ما نعرف ان القائد العام للجيش الليبي هو رئيس مجلس الرئاسي، القائد الاعلى والقائد العام وزير الدفاع هو موجود السيد عبد الحميد البيبه. ما فيش تكليفات غير الكلام هذا، احنا ما عندناش تكليف بالخصوص. سبها ما هيش مزرعه من مزارع حفتر والله ابنها لين يجي يحميها ويدير فيها كيف ما يبي. سبها قويه وعزيزه برجالها.